عليكم. انا امرأة أرملة، كنسكن في مدينة تطوان. كان جيت اليوم باش نوجه نداء لخوتي المسلمين والمحسنين يتعاونوا معايا بهاد الايام المباركه نخلص غير واحد المبلغ ديال الكرا، لان نيت مول الدار عطاني يومين قال لي نيت الا ما خلصت ليش الكرا نيت اختي ما عندي ما ندير لك، وانا بغيت نقد ولادي من التشرد. الظروف ديالي ما كتسمح لياش نيت نخلص الكرا. انا كنخرج في الصباح انا وليداتي كنبيع غير كلينكس، يعني نيت ما كان عندي شي عمل ولا شي خدمة باش نخلص بها الكرا، يعني نيت كنخرج كنبيع غير كلينكس، وكان نجيب ديك 30 درهم 40 درهم ما كتكفينيش باش نصرف ليومي لولادي وباش نخلص الكرا وداكش. انا كنطلب من خوتي المحسنين اللي كيشوفوا فيا يديروا فيا خير لوجه الله. انا وليداتي ما نخرجش انا وليداتي للزنقة، راه عندي 9 شهور ديال الكرا، وزعما اش غادي نقول لكم، راه في واحد الحالة يرتالها، ونيت تعاونوا معايا غير باش نخلص كرايا. وما الحالة النيس راه ساكنة في محل واحد، ما عنديش الفراش، ما عنديش بزاف ديال الحواج، ولكن يتعاونوا معايا نخلص غير الكرا ديالي 9 شهور ديال الكرا غير باش ما نخرجش انا وليداتي نتشردوا في الزنقة. هذا هو النداء اللي كنطلب من المسلمين والمحسنين، تعاونوا معايا في هذه الايام المباركة، وراه اجرهم عند الله هو اللي غادي يشوفوا ليهم. ما كنقدرش نخدم لان بنتي عندها عام ونص، يعني مازال صغيره، يعني ما نقدرش نمشي نخدم ونخليها، ما عنديش كيفاش ندير، فهمتي؟ يعني نيت بغيت نزيد غير واحد العام على ما نبقى نخليها في الحضانه ونمشي نخدم، يعني تعاونوا معايا نيت خلص غير كرايا، يعني ونيت تعاونوا معايا نزيد غير شويه القدام، وديك الساعه نيت غادي نخلي بنتي نيت في الحضانه ونمشي نخدم، يعني نيت عادي، يعني تعاونوا معايا غير نخلص كراتي ما نخرجش انا وليداتي الزنقه.